أهلا وسهلا بكم في شركة بيور أكوا، حيث أحدثوا تقنيات معالجة المياه في جميع أنحاء العالم. أسعد الله أوقاتكم. نحن الآن في المقر الرئيسي لشركة بيور أكوا في مدينة سانتا أنا. نحن الآن في صدد التجهيزات النهائية لتجهيز شحنة والتي ستغادر غدا إلى الولايات المتحدة. سعة هذه المحطة 4500 جالون أمريكي في اليوم، والهدف منها هو توفير مياه لغرض الإغاثة. كما ذكرنا، ستستخدم هذه المحطة في غرض الإغاثة الطارئة لحالة الطوارئ والتي تتنوع مصادر المياه فيها. مصدر المياه يمكن أن يكون مياه جوفية أو سطحية أو مياه مالحة جدا، حيث تصل الملوحة تصميم هذه المحطة إلى 10,000 ميليغرام في كل لتر. يتم حقن المياه في البداية في مادة الكلورين للتخلص من أي بكتيريا أو فيروس أو مواد عضوية، وكذلك يتم أكسدة الحديد وأكسدة المنغنيز، ثم تمر المياه على فلتر الرمل المتعدد الطبقات لإزالة الشوائب والعكارة، ومن ثم إلى فلتر الرمل الأخضر للتخلص من الحديد والمنغنيز، وبعد ذلك يتم مرور المياه على فلتر الفحم الفعال أو فلتر الكربون النشط، حيث يتم التخلص من جميع المواد العضوية المتبقية، ويتم امتصاص أو تخلص من الكلورين الزائد. بعد ذلك يتم حقن المياه بما يسمى بالأنتسكيلانت، وهي مانعة التكلف داخل الأغشية، حيث يتم بعد ذلك دخول المياه إلى الفلتر الرملي 5 مايكرون، ومن ثم إلى المضخة متعددة المراحل ستانلس ستيل، وهي من ذوات الضغط العالي جدا، حيث يصل الضغط إلى ما يقارب 350 PSI. وبعد ذلك يتم دخول المياه على أغشية التناضل العكسي، وهي كذلك من النوعية نظرا لملوحة المياه العالية جدا، اخترنا الأغشية من ذوات الضغط العالي جدا والتي تشبه مياه البحر. استخدمنا هنا ما يسمى بمعدل محركات الماتورات أو المحركات، حيث يتناوب ضغط المياه بين 150 PSI إلى 350 PSI. شملت المحطة جميع الأعدادات والأعدادات القياس والضغط، وكذلك نوعية التحكم، وهي من نوعية بيور أكوا، وما يسمى بنظام المايكروبروسيسور أو نظام الكمبيوتر الصغير. ستغادر هذه المحطة غدا إلى الولايات المتحدة، وسعة هذه المحطة هي 4500 جالون أمريكي في اليوم. شكرا. شكرا لاختياركم بيور أكوا كمورد رئيسي لجميع محطات تنقية ومعالجة المياه في جميع أنحاء العالم.